يعني المشهد السياسي في العراق كل ما يعني يبدو للعيان بأن يعني خرجنا من عنق الزجاجة كلما تعمقت المشاكل. يعني أنا أقول بأن السيد محمد الشياعي السوداني وبرغم من خروجه من دولة القانون وتشكيل جديد اللي هو حزب الفراتين، لكن لعنة المالكي لا زالت تلاحقه. يعني ايش هي مو حقيقة؟ يعني لا لا هي لا مو قضية حقيقة ومو حقيقة، يعني الرجل يعني حتى هسه اليوم يعني حتى اللي يعني اكو بيهم مثلا قبل دخول الاسلام يعني خلص دخل الاسلام وانتهت القضية. يعني انا اليوم وياك عندي يعني تجارة معينة كذا، لكن اليوم ما يعرف بوزير القائد، لا لا أنا وزير الصدر نشر صورة كتب فيها ما كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى أن السوداني ظل السيد المالكي. هو يعني يعني هذا ما متعارف عليه لدى التيار الصدري، وانا قريب منهم، يعني يعتبرون السيد السوداني هو امتداد. لكن انا اقول يعني في نهايه المطاف يجب ان تشكل حكومه في العراق، يعني شئنا ام ابينا. اذا 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 يفترضون مثلا بان جميع الاطار التنسيقي يعني بنظرهم سيئين، يعني ف يعني هو يعني افضل السيئين، يعني اذا 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 نريد نجيب المعادله داخل الاطار. الرجل يعني شخصيا انا اعرفه منذ ان كان قائم مقام، لحد هذه اللحظه هو نظيف اليد واللسان، يعني ما عنده يعني اي مشكله مع اي جهه سياسيه، لم تثبت عليه ملفات فساد، يعني واثق من نفسه. وبالاخير يعني حتى البرنامج مالته اللي بدا به حاليا هو برنامج بسيط جدا مو معقد، يعني فيه نقاط محدده واضحه اللي هو يعني ايقاف الهجر بالمال العام، يعني ويعني ترميم الاقتصاد والتوازن الموجود في العراق وايضا الخدمات. تبقى مساله التيار الصدري هذه شلون راح يتعامل وياها، وهي هاي مشكله كبيره عميقه جدا، ويبدو ان الموقف صار واضح. يعني لا لحد الان، لان احنا بدنا نتكلم سياسه، والسياسه مال متحركه، وهنالك رحلات مكوكيه، وهنالك يعني على ما اعرف يعني هنالك اتصالات مع السيد الصدر. اتصالات من من؟ من جهات يعني اخرى، يعني من داخل الاطار وخارج الاطار، يعني من اجل يعني لان السيد محمد الشياعي السوداني يحظى بشعبيه يعني لدى الاوساط السياسيه، وهو الرجل يعني يعني يبدو ان حتى القاسم الاعرجي حينما قدم يعني انسحابه هو يعني ليس رغبة شخصية بقدر ما هي يعرف جيدا بأن اسمه يعني مرفوض يعني من قبل يعني القاعدة الصدرية وإلى آخره.